السلام عليكم، كيف دايرين؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هاد الفيديو هادي، جيت نشارك معاكم جولة في لاشومبر ديالي بعد ما كملتها. كيف ما كتشوفوا قلت علاش لا ما نصورش لكم هكا اون فيديو اللي نستافدوا فيه مع بعضياتنا هنايا. بعد ما خرج السيد اللي ركب ليا لو بابي بان قلت ندوز هكا واحد تجفيفة على لاشومبر ونمسحها ونظفها باش كل حاجة ردها في بلاصتها الا وانا ردها على حقها وطريقها. وهنايا قبل ما نبدا معاكم لي ديتاي ديال كل حاجه، بغيت نشكر السيد اللي خدم لي لا شومبر كلها. تنبغي نقول ليه تبارك الله عليك، ما شاء الله، الله يعطيك صحتك. خدمه ديالو خدمه متقونه ومعقوله وصغار في هذا الوقت، تلقاو اللي يخدموا ليكم خدمه متقونه وامام طون يكون معقول. هنايا شوفوا ليا كنركز لكم على لي ديتاي ديال كل حاجه. شوفوا السيد اللي خدم لو بابي بان، صراحه راه خدمه خدمه ما شاء الله عليه. شوفوا كيفاش كل حاجه كان نعطيها حقها في التصوير باش تشوفوا ليا كيفاش كل حاجه كيفاش جات. شوفوا ليا هنايا خدمه كتبان ما شاء الله، وجي ساتيسفي من الريزلت والله العظيم. صراحه ما عندي ما نقول. الانسان فاش كيجي عندك كيخدم لك شي خدمه زوينه وكيفرحك، راه كيخلي واحد الفرحه، كيخليك فرحان واحد الفرحه ما كتصورش. الصراحه انا ما عندي ما نقول. وهذا هو الشكل النهائي ديال لا شومبر ديالي. جي اون بيتي شومبر اللي كتجي على هذا الشكل هذا، واللي حاولت انني لاسباس ديالها نستغلو وما نشارجيهاش بزاف. اللي حاولت انني نرجعها اون شومبر سامبل وما طون تكون شيك. انتم شوفوا لي الشكل النهائي ديالها، قولوا لي كيفاش جاتكم وخليوا لي في التعليق الراي ديالكم وكل حاجه. قولوا لي الا عندكم هكا شي اضافات وبغيتوني نضيفها. وانا نبدا معكم بلا قوات اللي خدمها لي حتى هي السيد تبارك الله ما شاء الله، هو اللي اقترح عليا هاد لو تيسو هذا. عجبني بزاف وجا زوين وجاني مواتي مع لا شومبر ديالي. وانا ضفت عليه غير هادوك لي كوسان، راكم عارفين بالنسبه للي ديالنا ملي كنبغيو نخليوه هكا شيك وهماوي تنكثروا هذوك لي كوسان. انا زدت هذوك لي كوسان صافي باش يعطي هكا واحد لمسه هكا في لا شومبر تبان كلاس وتجي زوينه. وبالنسبه لا لوميير فهو زاد لي هذوك لي سبوت صفرين اللي كيعطيو واحد لو كوتي شالور في لا شومبر، كيجيو زوينين وكيجيو عاطين واحد المنظر زوين. شوفوا لي الشكل ديالهم كيفاش جا، جا زوين بزاف. وبالنسبه لا تيت دو لي فهو خدمو لي بلو تيسو اونتي تاش اللي كيجي على هاد الشكل هذا. شوفوا لي الخدمه كيفاش متقونه، ركزوا لي على هاد المتقونه. راه كما قلت لكم راه الانسان اللي كيخدم لك خدمه متقونه والله القسم حتى كيخليكم فرحانين لواحد الدرجه ما كتصورش. وبالنسبه لا كولور اللي دار ليا في لا تيت دو لي، صراحه واحد لا كولور اللي هي زوينه ما كيبانش فيها نهائيا الوساخ اولا الغبره. وبالنسبه باش كنظفها كنظفها غير بواحد طوشون ناشف وكترجع كتشعل، وحتى الا كانت فيها الغبره ما كتبانش فيها، حيت هاد لا كولور هادي ما كيبانش فيها كاع لا ليطاش لا حتى شي حاجه. صراحه جا زوين. وشوفوا ليا كيفاش الشكل ديالها وكيفاش الخدمه ديالها كيفاش دايره. انا كنحاول كل حاجه كما قلت لكم في الاول نعطيها حقها في التصوير باش كل حاجه تبان الخدمه ديالها انتوما. وبالنسبه للطابي فانا خديت هاد لي طابي هادو، صراحه عجبوني. جا فيهم لي دو كولور، لا كولور لي عندي في لا تيت دو لي ديالي وحتى في صباغه خيال. وبالنسبه لي طابل تشوفي هو بروبوز عليا كلكو موديل وانا عجبني هاد لو موديل هذا. جا شويه مغير على لي طابل تشوفي اللي كنشوفو دائما، جا زوين. وبالنسبه لو بلاكار، الناس اللي مازال ما شافوش لا فيديو ديال كيفاش غيرت الشكل ديال بلاكار ديالي يدخلوا يشوفوه يستافدوا الناس اللي مهتمين بالامر. و هانتوما كيفاش كيما دائما كنقول لكم الانسان فاش كيخدم لك شي خدمه وانت كتكون ساتيسفي من الريزلت ديالها راه كتكون فواحد الراحه نفسانيه كبيره ما نقدرش نوصفها لكم. هانتوما شوفوا الشكل ديال لو بلاكار كيفاش جا زوين، خدمه حتى هو ما عندي ما نقول. النجار حتى هو ما شاء الله عليه، صراحه راه ليكيب كله خدمه عندهم كاملين متقونه. وبالنسبه لهاد لوكوان هذا انا ما درتش لا كوموند، تعمدت انني ندير غير هاد لو ميغوار هادي، كتجي زوينه وكتبين لنا لا شومبر ديالنا كبيره. شوفوا الشكل ديالها كيفاش جا زوين وعطاتني واحد لاسباس
كبير، خلات لي واحد لسباس كبير لا شامبر ديالي. بالنسبه للماكياج وداكشي كله راني اكتفيت بهذوك لي تيغواغ اللي عندي في الدريسينغ ديالي. صراحه هذاك البلاكارج جمع لي كلشي، ما احتاجيتش حتى انني ندير ان رونجمون في لو لي ديالي، ما درتوش نهائيا، لان البلاكارج ما شاء الله هز لي كلشي، داك الروينه والحوايج والماكياج وكلشي كلشي كلشي ولي بارفان كلشي كلشي كيف ما قلت لكم. تبارك الله هز مزيان، يعني ما اضطريتش انني ندير ان رونجمون ولا ندير واحد لا كوموند لي غادي تزيد تصغر لي البيت. وهنايا تركز لكم حتى على لو ريدو اللي جاب واحد لو تيسي هو ديال لولا، توب ديال لولا لي ترونسبارون كيدخل اضاءه هكا لا شامبر. شوفوا لي الشكل ديالو، حتى هو خدمه ما شاء الله، خدمه متقونه، راني كنعاود نقولها لكم متقونه متقونه. وبالنسبه للناس اللي مهتمين غادي نخلي لكم لو ليان انستغرام، دخلوا عنده شوفوه، راه عنده بزاف ديال لي موديل وعنده حسن من هادشي اللي كتشوفوه. غير هو كل واحد كيمشي على حسب البيدجي ديالو وعلى حسب الامكانيات ديالو. كيف ما كنقولوا انتما شوفوا لي لو تيسي زوين زوين بزاف ديال هاد لو ريدو ديال لو لان، زوين زوين بزاف. شوفوا الشكل ديالو كيجي زوين وعاطي لي واحد اللمسه لا شومبر، حتى هي زوينه. شوفوا ليا كيفاش داير. والهدف من هذا الفيديو اننا نشارك مع بعضياتنا هكا كل حاجه كيفاش كتجي، كل حاجه كيفاش يمكن لينا هكا نغيروها. بالنسبه لهاد لا لامب هادي فكتجي في لو روز جولد، كتجي زوينه وحتى لا ماتيير ديالها زوينه. انتوما حتى هي كنمسحها غير بطوكسونه، شوفوا كتخرج كتشعل، يعني ما خسراتش الحمد لله. صدقات زوينه. هانتوما شوفوا الشكل ديال كل حاجه. انا بالنسبه لهاد لا كاليتي ديال لو بابي بان صراحه ما عندي ما نقول. وحتى السيده اللي في لو ماغازان اقترحته عليا، قالت لي هانتي انا نبروبوزي عليك كلكو موديل وانت اختاري، ولكن قالت لي انا ننصحك بهاد الشكل هذا بالنسبه لك، حيت قالت لي تحطي في تلصقي في لو ميغ اللي فيه لا تيلي راه ما عاديش تملي منه، يعني ما عاديش يطلع لك في راسك، كيجيك كيجي زوين اكثريه في الحيط اللي كتكون فيه كما قلت لكم لا تيلي ديالنا. كنتمنى هاد لا فيديو ديالنا تعجبكم، وكنبغي نشكر الناس اللي كيدعموني وكيخليو ليا تعاليق زوينين. ما تصوروش شحال كتفرحوني لهلي خطيكم عليا.
بالنسبة للناس اللي مازال ما تابوناوش عندي في القناة يتابوناو ويفعلوا الجرس وما تنساونيش من لي لايك ديالكم ولي بارتاج مع الأهل والأحباب والأصدقاء. دونك كان هذه هي لا فيديو ديالي ديال اليوم، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، خليتكم في أمان الله، حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.